عايزين ناخد البريكيا بليكسس ونعرف البرانشات بتاعتها. ركز بقى كده. البريكيا بليكسس دولت معموله من ما تاخد البتاع ايه؟ عادي السبعه مش مشكله. بص على البريكيا بليكسس دي مراحل، معموله مراحل. اول مرحله بيسموها مرحله الروس. اول مرحله عندنا هي مرحله الروس. الروتس بتاعت البريكيا بليكسس سي 5 6 7 8 وتي 1. اي سي 8 دي هو الفرتبري 8؟ لا، السبيسز هي اللي 8. عشان كده عندنا 5 و6 و7 و8، عشان انتوا بيسالوكوا في اللجنه بتتخضوا من الحكايه دي، معرفش ليه. هي الفرتبري 7، السيرفايكال 7، لكن السبيسز 8. عشان كده احنا عندنا سي 5 و6 و7 و8 وتي 1. في معلومه هنا يا اولاد، احيانا بعض الاكزامينرز بيوقفك عليه، يقول لك طب هو ممكن سي 4 تشارك في الموضوع؟ ممكن. فيسموا البليكسس في الحاله دي بري فيكسد بليكسس. بري فيكسد بليكسس ده لو شارك في الموضوع سي 4. طب افرض شارك تي 2. لو شارك تي 2 بيسموا البليكسس بوست فيكسد بليكسس. يبقى انا عندي البليكسس حاجتين، يا بري فيكسد يا بوست فيكسد. والمعلومه دي الحقيقه يعني هي ان امبورتنت، لكن في بعض الاكزامينرز ممكن يسالك فيها فانت عارف. المهم ان الروتس الاساسيه عندنا سي 5 و6 و7 و8 وتي 1. بعد مرحله الروتس يا اولاد بنخش على الترانكس. تلاقي سي 5 و6 عملوا ترانك اسمه ابر ترانك. 7 يمشي لوحده ويعمل ميدل ترانك. 8 و1 يعملوا اللور ترانك. يبقى المرحله الثانيه اللي بعد الروتس مرحله الترانكس. الاثنين اللي فوق يعملوا ترانك اللي فوق فيبقى ابر ترانك. الاثنين اللي تحت يعملوا الترانك اللي تحت فيبقى لور ترانك. طب واللي في النص يمشي لوحده يبقى في النص، يبقى اسمه ميدل ترانك. يعني انت عندك اثنين دلتا. دلتا فوق زي نهر النيل كده فوق، ودلتا تحت زي نهر النيل تحت، وبينهما نهر المسيسيبي. ما اعرفش ليه المسيسيبي، بس هو دايما الدكتور المطري بيحب المسيسيبي، انا ما اعرفش ليه. فهو يقول لنا كده، دلتا نهر النيل فوق ودلتا نهر النيل تحت وبينهما المسيسيبي. نعم. عشان ده شو؟ عشان اسمه. طب ما تيجي هنا. تاني الناحية التانية. طيب، لو احنا عملنا كده انت بس كده عيسى انت شايف؟ تمام. انت شايف؟ شايف. انت عيسى شايف؟ فاحنا عندنا كده يا اولاد ايه المرحلة الترانكس، ابر ترانك ولور ترانك وميدل ترانك. ادي المرحلة التانية. المرحلة التالتة بعد الترانكس تلاقي كل ترانك فيهم اتقسم لانتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. انتيريور ديفيجن بوستيريور ديفيجن، انتيريور ديفيجن بوستيريور ديفيجن. بعدين نخش بعد كده على المرحله اللي بعدها اللي هي مرحله الكورتس. عايزين نعمل الكورتس بتاعتنا. كل البوستيريور اولاد يلحم مع بعضه فيعمل بوستيريور كورت. طيب والانتيريور بتاع اللور ترانك عمل ميديال كورت، والانتيريور بتاع الابر والميدل عمل لاترال كورت. يبقى انا في النهايه عندي ثلاثه كورتس، بوستيريور كورت، ميديال كورت، لاترال كورت. هو انا بقول
لاترال وميديال وبوستيريور ده يعني حسب علاقته بايه. انا قلت لاترال وميديال. بنقول لاترال وميديال وبوستيريور حسب علاقته بايه يا اولاد؟ حسب علاقته بالاكزيلري ارتر. يعني اللاترال كورد از لاترال تو الاكزيلري ارتر في الاكزيلر. الميديال كورد از ميديال تو الاكزيلري ارتر. بوستيريور كورد از بوستيريور تو الاكزيلري ارتر. طيب يعني المراحل تاني كده. مرحلة الروتس 5 و6 و7 و8 وتي 1 يا 4 معاهم تبقى prefixed يا 2 معاهم تي 2 تبقى postfixed. مرحلة الترانكس upper trunk الاثنين اللي فوق، lower trunk الاثنين اللي تحت، middle trunk اللي في النص. بعدين divisions anterior division و posterior division من كل واحد. Anterior division, posterior division, anterior division, posterior division, anterior division, posterior division. عايزين نعمل الكورتس. كل البوستيريور عملوا بوستيريور. كل البوستيريور ديفيجن عملوا بوستيريور كورت. الانتيريور بتاع اللور عمل ميديا. الانتيريور بتاع الابر والميدل عمل لاتر. طيب احنا بقى عايزين نعرف، لا احنا عايزين نعرف البرانشات بتاعت كل واحد. شايفين اللاترال كورد؟ اللاترال كورد سميناه لاترال ليه؟ لان هو لاترال تو الاكزيلري ارتر. ادي اللاترال كورد يا اولاد اهو. اللاترال كورد از لاترال تو الاكزيلري ارتر اللي هو ده. اللاترال كورد اللي هو ده، لاترال تو الاكزيلري ارتر اللي هو ده. طب يا ترى ايه برانشات اللاترال كورد اللي هو ده؟ اول نيرف يا اولاد ماشي على البيكتورال ريجون من بره. نيرف ماشي على البيكتورال ريجون من بره هيبقى اسمه ايه يعني؟ اكيد لاترال بيكتور، لانه ماشي على اللاترال، على اللاترال بارت اوف بيكتورال ريجون اللي هو ده. فنقول عليه اول برانش لاترال بيكتورال. البرانش الثاني تاخدوا بالكم يا اولاد من الميديان نيرف، ده الميديان نيرف. تاخدوا بالكم ان الميديان نيرف يا اولاد بيبقى عامل كده زي حرف ام كده من فوق. شايفين الام دي؟ ادي الام اهي، ادي الام اهي. الام ده يا اولاد معموله بروت من اللاترال بارت وروت من الميديال بارت. شايفين التو روتس دول؟ الخطين دول. فاللاترال كورد اللي هو ده عامل اللاترال روت اللي هو ده، اللاترال روت اوف ميديان نيرف، لان الميديان نيرف عامل حرف الام من فوق. فاللاترال كورد مدي اللاترال روت اوف ميديان نيرف. وبعدين يدي برانش كده يا اولاد بيجي لكم في الام سي كيو دايما، الماسكولوكوتينيوس نيرف. ده اولاد نيرف بيطلع على اللاترال سايد اوف ذا ارم، يعني بيروح بره هنا في الحته دي كده على اللاترال سايد اوف ذا ارم، بيسموه ماسكولوكوتينيوس. هو ده النيرف سبلاي للسكن في الحته دي في اللاترال سايد اوف ذا ارم. مشهور عن النيرف ده اولاد ان هو بيخرم العضله دي. سؤال بقى، يمين العضله دي اسمها ايه؟ اللونج هيد بتاعت البايسبس. يا راجل هي البايسبس اللي طالعه من الاسكابيولا من الكوراكول بروسس دلوقتي اسمها ايه؟ كوراكو، لانها طالعه من الكوراكول بروسس اهي، اهو ده كوراكول بروسس اهو. براكياليس لانها ماسكه في البريكيوم في الهيومرس، فبقت العضله كوراكو براكياليس مصر. فيجي لك في الام سي كيو الماسكولوكوتينيوس نيرف بيرس وان اوف ذا فولوينج ماسلز، يروح يرص لك شويه عضلات من ضمنهم الكوراكو براكياليس مصر. فالكوراكو فالماسكولوكوتينيوس نيرف ده بيطلع يدي لاترال بارت اوف ذا ارم. يعني احنا نقدر نقول يا اولاد ان اللاترال كورد برانشاته كلها لاترال.
lateral pectoral, lateral root of median, واللاترال نيرف اللي هو الماسكولو كوتينيوس نيرف. يبقى اللاترال كورد سهل جدا. اولا هو لاترال سميناه لاترال كورد لانه لاترال الاكسلري ارتري، برانشاته كلها لاترال، لاترال بيكتورال، لاترال روت اوف ميديان، والماسكولو كوتينيوس اللي هو اللاترال نيرف سبلاي بتاع الارض. فاللاترال كورد كده سهل. طب نشوف اللي بعده. ده ولاد هنسميه ايه؟ بالعقل كده لازم يبقى ميديال كورد اهو، ميديال كورد اهو. ليه ميديال؟ لانه ميديال تو الاكسلري ارت، فلازم يبقى ميديال كورد، ما ينفعش يبقى حاجه ثانيه. طب هو ايه برانشات الميديال كورد؟ بص كده، برانش يا اولاد بيخش على البيكتورال ريجون بيوصل لحد الميديال سايد. خلاص؟ يبقى منطقي جدا ان احنا نسميه ميديال بيكتورال نيرف. يبقى نيرف بيدي الميديال سايد اوف ذا بيكتورال ريجون هيبقى اسمه ميديال بيكتورال نيرف. ادي واحد. تاخدوا بالكم يا اولاد من حرف الام ده بتاع الميديال نيرف. زي ما اللاترال كورد ادى اللاترال روت اللي هو ده، ام الميديال كورد ادى الميديال روت اوف ميديال نيرف. يبقى الميديال كورد اداني الميديال روت اوف ميديال نيرف، لان اللاترال كورد اداني اللاترال روت اوف ميديال نيرف. يبقى اللاترال ادى الروت اللاترال، والميديال ادى الروت الميديال. طيب وبعدين نيرف اولاد بيروح يدي بقى الفور ارم بس على الميديال سايد اللي هو بيسموه الميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم. ميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم. يبقى انا عندي ميديال بيكترال، ميديال روت اوف ميديان، ميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم. والابن الكبير بتاع الميديال نيرف بتاع الميديال كورد هو الالنر نيرف. مع كل كورد كده يا اولاد بيبقى ليه ابن كبير، ده الابن الكبير بتاعه اللي هو الالنر نيرف. وكمان ده الميديال كورد، فمنطقي جدا ان يخرج منه النيرف اللي على الميديال سايد اللي هو الالنر نيرف. طب برانشات الميديال كورد ايه؟ كلها ميديال. ميديال بيكتورال نيرف ادي واحد، ميديال روت اوف ميديال نيرف ادي اثنين، ميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم ادي ثلاثه، وابنه الكبير اللي على الميديال سايد اللي هو مين؟ الالنر نيرف. يبقى الميديال كورد سهل جدا. اللاترال كورد كله لاترال، الميديال كورد كله ميديال. فاضل البوستيريور كورد. تاخدوا بالكم ان انا هنا يا اولاد اصلا شلت ال الاكسلري ارتري. ليه؟ لان ده اسمه بوستيريور كورد، اذا هو بوستيريور تو الاكسلري ارتري، فلازم اشيل من الصوره الاكسلري ارتري عشان نشوف البوستيريور كورد لان هو وراه. طب هو البوستيريور كورد دوت ايه برانشاته؟ يدي برانش يخش على السكابيلا من تحت فيسموه سب سكابيلر، ابر سب سكابيلر، لانه جاي من فوق وداخل على السكابيلا، يخش على السكابيلا من تحت يعني من عند اللور بوردر بتاع السكابيلا، فيسموه ابر سب سكابيلا ولور سب سكابيلا. ونيرف تولاتيسمس دورسال واكزيلري ارتري وريديال نيرف. بنجمعها في حروف كلمه النر. النر اليو ابر سب سكابيلا، ال لور سب سكابيلر، الان نيرف تولاتيسمس دورساي، الاي اكزيلري ارتري، الار ريديال نيرف. نيرف سوري معلش، الار ريديال نيرف. يبقى احنا عندنا حروف كلمه النر هي دي البرانشات بتاعه البوستيريور كورد. يبقى انا عندي اولاد ميديال كورد، لاترال كورد، بوستيريور كورد،
اللاترال كورد برانشاتو لاترال، الميديال كورد برانشاتو ميديال، البوسيريور كورد برانشاتو البر. تاني كده، ده مين اولاد؟ ده مين؟ ده اللاترال كورد. يبقى البرانشات بتاعتنا كلها لاترال. بص كده راجع مع بعض، لاترال بيكترال نيرف، لاترال روت اوف ميديان نيرف، والماسكولو كوتينيوس نيرف. اللاترال كورد كله لاترال. في مشكله في ده؟ الميديال كورد كله ميديال، ميديال بيكترال، ميديال روت اوف ميديان، ميديان كوتينيوس نيرف اوف ذا فور ار، وابنه الكبير اللي على الميديال سايد هو الالدر نيرف. في مشكله في الميديال كورد؟ بوستيريور كورد، شلنا الاكزيلاري ارتري عشان نعرف نشوف البوستيريور كورد لان هو بوستيريور لي. حروف ألنر، أبر سبسكابيلر، لور سبسكابيلر، نيرفيتو لاتيسماس دورسال، أكزيلاري، وريديال نيرف. في مشكلة يا أولاد في البرانشات؟ كلها إم سي كيوهات. في برانشات بتطلع من الترانك، الأبر ترانك. برانشات الأبر ترانك يا أولاد هما اتنين، واحد سوبرا وواحد صب، واحد سوبرا وواحد صب. سوبرا سكابيلار نيرف ونيرف دو صب كليفيوس ماسل. يبقى انا عندي نيرفين، واحد سوبرا وواحد صب. لما يجي يتعور اولاد الابر ترانك بيتعور على النقطه اللي بيدي فيها البرانشات، البرانشات دي ابر سب سكابيلار ولور سب سوبرا سكابيلار نيرف والنيرف تو سب كليفيس. النقطة اللي بيخرج منها النيرفات دي اسمها ايربز بوينت. البوينت دي اسمها ايربز بوينت. اي ار بي سمول اللي هي الخفيفة دي ابوستروف اس ايربز بوينت. يعني لما لو الابر ترانك هياخد تروما وناوي يتقطع بيتقطع عند النقطة دي. اللي هو من ليه بقى اشمعنى؟ لا هي مش باينه هنا في الرسمه، انا بقول لك يعني المكان اللي بتقطع فيه هو المكان اللي بيخرج منه البرانشات. اشمعنى النقطه دي بالذات؟ لانها ويك بوينت. نقطه رفيعه، حته رفيعه، يعني الابر ترانك لما يجي يدي برانشات بيرفع عشان يدي برانش اسمه صبرا وبرانش اسمه صب. البوينت دي اسمها ايربس بوينت، عشان كده الباراليسيس اسمه ايه؟ ايربس باراليسيس. فانت لما بتيجي تتسال على الايربس باراليسيس بتسمع البرانشين دول وبتقول له ان النقطه دي ويك بوينت لانها حته رفيعه. لكن الجورس بتاع الابر ترانك كله بيبقى تخين لحد البوينت دي بيبقى رفيع اللي هو بيدي فيها البرانشات السوبرا والصب. في برانشات بتطلع من الروتس؟ اه. عندنا من سي 5 بيطلع نيرف ترومبويدس وبيطلع برانش مهم جدا 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 اللي هو نيرف 2 سيريتس انتيريور. ده طالع من الروس 5 و6 و7. يعني الرومبويدس ده مش مهم قوي الحقيقه، والروت بتاع الفرينك الثاني ده مش مهم قوي، لكن المهم عندنا نيرف 2 سيريتس انتيريور. اشمعنى؟ علشان انتوا بتسمعوه اولاد في الماستكتومي، واحنا بنعمل العيانه ماستكتومي وبتشيل الفات كده. بص وانت بتشيل الفات كده ممكن تعور النيرف تو سيريتس انتيريور. وانت بتشيل الفات كده بتاع البريست ممكن تعور النيرف تو سيريتس انتيريور. فلو عورت النيرف تو سيريتس انتيريور بيحصل وينجينج اوف سكابيلا، لان السيريتس انتيريور دي وظيفتها انها لازقه السكابيلا على الشستول. فانت لو ضربت النيرف بتاعها اللي هو النيرف تو سيريتس انتيريور عورت العضله، بقت العضله بارالايزد، فيحصل وينجينج اوف سكابيلا. عشان كده بيسالك الروتس بتاعت النيرف ايه؟
نيرف سوليتس انتيريور سي 5 و6 و7. ليه اسمين تانيين اولاد النيرف ده صح؟ لونج ثوراسيك وايه كمان؟ ونيرف اوف بيل. اللونج ثوراسيك نيرف والنيرف اوف بيل. يبقى مهم عشان الماستكتومي. واحنا بنعمل ماستكتومي ممكن نعور النيرف تو سيريتس انتيريور او اللونج ثوراسيك نيرف او النيرف اوف بيل اللي الروتس بتاعته سي 5 و6 و7. لكن الروت اوف فيرينج ده والنيرف كروبويدس بيطلعوا من ايه؟ من الروت 5. كده انا عرفت تركيب البريكيال بليكسس روتس وبعدين الفرينج بياخد من اربعه بس احنا بنتكلم عن البريكيال بليكسس اللي هي قلنا خمسه يبقى كده يا اولاد احنا اتكلمنا عن البريكيال بليكسس قلنا ان هي مراحل اول مرحله اسمها ايه؟ اول مرحله اسمها ايه؟ الروتس. الروتس بتاعتنا خمسه وسته وسبعه وثمانيه وتي 1. بعد الروتس ترانكس ابر ترانك الاثنين اللي فوق لور ترانك الاثنين اللي تحت واللي في النص عمل الميدل. بعد كده عملنا الديفيجنز كل واحد انتيريور وبوستيريور. كل البوستيريور عمل ايه؟ بوستيريور كورد. الانتيريور بتاع اللور عمل ميديال كورد والانتيريور بتاع الابر والميدل عمل اللاترال كورد. وبعد كده خدنا البرانشات بتاعت الايه؟ الكوردز. برانشات اللاترال كورد كلها لاترال. برانشات الميديال كورد كلها ميديال ومعاه الابن الكبير بتاع اللي هو مين؟ الالنر. برانشات البوستيريور كورد حروف كلمه الالنر. البرانشات اللي طالعه من الابر ترانك اثنين، واحد صبرا وواحد ايه؟ صبر. بيحصل عند النقطه دي اللي بيحصل بيخرج منها الفروع ايرفيس باراليسيس. البرانشات اللي بتخرج من الروتس اهم واحد نيرف 2 سيريتس انتيريور طالع من سي 5 و6 و7 وعندنا نيرفين تانيين اللي هو الرومبويدس والروتو فارينك دول طالعين من 5. اي سؤال لحد هنا يا اولاد؟ عايزين نعور البريكيال بليكس. ممكن تتقطع كده يا اولاد شايفين ده؟ كومبليت انجري اهو. كومبليت انجري. اتقطعت كلها. هي ممكن يحصل لها كومبليت انجري دي فين؟ حادثة بقى جامدة أوي. أو اتضايق وهي بتولد الواد وهو نازل شولدر بريزنتيشن. قامت ماسكة دراع الواد بطريقة فوت ان برينيم، حطت الفوت بتاعتها في البرينيم بتاعت الأم وراحت ماسكة الإيه؟ دراع الواد وراحت شداه. تقوم تقطع كل الروتس بتاعت البريكيال بليكسس. يعني التروما بطريقة الولادة بطريقة فوت ان برينيم وتشد دراع الواد يقوم الإيه؟ البريكيال بليكسس كلها تتقطع. قوم يحصل يا أولاد موتور لوس؟ أه ولا لأ؟ اه سنسوري لوس اه في الابر ليمب كله اه ولا لا يا سلام يبقى لا طيب ايه الحتت بقى اللي فيها موتور انتكت انه هو عضله اولاد في الابر ليمب اللي تفضل شغال مين العضله اللي في الابر ليمب اللي هي ما بتاخدش من البريكيال بليكسس عضله واحده اللي هي مين؟ ترابيزيوس. ترابيزيوس ماسل. اهو ده سؤال ام سي كيو. يحصل موتور لوس في الابر ليمب كله اكسبت ترابيزيوس. اشمعنى؟ لانها بتاخد من كرينيال. اهو كرينيال 12 ولا 11؟ لا يبقى 11. هو 11 ده كام حته؟ حتتين كرينيال وايه؟ وسباينال. يبقى بتاخد من مين؟ اكيد من السباينال. يبقى البرانش بتاعها اسمه ايه؟ او النيرف بتاعها اسمه ايه؟ سباينال برانش اوف اكسسوري نيرف. سباينال برانش اوف اكسسوري نيرف. يعني حصل كومبليت موتور لوس في الكومبليت انجل اكسبت ترابيزيوس ماسل. ترابيزيوس دي بتاخد من سباينال برانش اوف اكسسوري. طيب يحصل سنسوري لوس؟ اه. في الابر ليمب كله؟ اه. ما عدا كام حته؟ حتتين. اربعه حتتين. ايه هما الحتتين يا اولاد؟ شولدر. ايه هما بقى؟ شولدر. الحته دي يا اولاد
اللي هي على اللور برضه دلتويد اللي هي دي دي الحته دي الحته دي دي هنا الحته ده اولاد بتاخد من سي 4 بيسموا المنطقه دي عارفين اولاد العساكر في الجيش بيحطوا شرايط كده هنا فعشان كده يقولوا على المنطقه دي منطقه البادج اريا يبقى عندك سنسوري لوس في الابر ليمب كله اكسبت البادج اريا اللي هي عند اللور بوردر اوف دلتويد ماسل تبقى الحته اللي على اللور بوردر اوف دلتويد ماسل الحته دي سموها منطقه البادج اريا طب اشمعنى دي سنسوري انتاكت ده لا من سي 4 اللور ولا الابر اللور مكتوبه ايه وريني كده كتاب كبير ابر اه ابر صح مش ابر بورد صح المنطقه دي اولاد بيسموها منطقه البانش اريا اللي هي الابر بوردر صح اوف دلتويد خلي بالك ان في منطقه ثانيه طبعا هتعرف اسم النيرف اسمه سوبرا كلافيكولار نيرف النيرف اللي بيدي المنطقه دي اسمه سوبرا كلافيكولار نيرف ده طالع من سي 4 اصلا قبل البريكر بليكسس ما تبتدي سوبرا كلافيكولار نيرف طيب امال الحته الثانيه يا اولاد اللي فيها سنسوري انتاكت الحته دي يا اولاد الميديال سايد اوف ذا ارم الميديال سايد اوف ذا ارم اللي هي الحته دي ميديال سايد اوف ذا ارم ليه بقى اشمعنى الحته دي بتبقى متعلمه لانها بتاخد بعد ما البريكيال بليكسس بتخلص بتاخد من تي 2 بتاخد من تي 2 النيرف اللي بيديها اسمه ايه اسمه ايه اسمه انتركوستو بريكيال نيرف انتركوستو بريكيال نيرف لازم هنعرف اسم النيرف يبقى احنا عندنا نيرفين في الحته دي واحد بره واحد جوه سوبرا كلافيكولار ده طالع من سي 4 بره منطقه البادج اريا والنيرف اللي جوه اسمه ايه انتركوستو بريكيال نيرف لانه جاي من تي 2 يبقى كومبليت انجري للبريكيال بليكسس عمل كومبليت موتور لوس ما عدا الترابيزيوس وكومبليت سنسوري لوس ما عدا منطقتين سي 4 اللي هي السوبرا كلافيكولار نيرف والميديال سايد اوف ذا ارم اللي هي انتر كوستو بريكيال نيرف اللي طالع من تي 2 ده منظر الايربس باراليسيس يا اولاد تلاقي العيان عامل كده عيانة عامل كده كانوا يسموا البوزيشن ده ولاد بوليس مان تيب بوزيشن اللي هو رجل الشرطة اللي بيعمل ايه ياخد رشوة الداخلية اعترضت لان هم ناس شرفاء ما بياخدوش اي رشاوي خالص فغيروا الاسم من بوليس مان تيب بوزيشن الى ايه ويتر بوزيشن ويتر بوزيشن جرسون لا هو مش الجرسون وانت بتدي له بقشيش لا الجرسون وهو بيقدم لك الحاجه بيبقى عامل ايده كده عامل ايده كده ويقدم لك الحاجه كده فسموا البوزيشن ده بدل بوليس مان تيب بوزيشن الى ووتر بوزيشن ويتر بوزيشن انا معترض انت اعترض براحتك الجرسون بيعمل كده معلش 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 فالايربس بوينت ده او الايربس باراليسيس ده بيقول عليه بوليس مان تيب بوزيشن او ايربس باراليسيس او ويتر بوزيشن بص يا ولاد لو اللور لم لو اللور ترانك اتعور يعمل كومبليت كلو هاند لان في الحاله دي هيبقى ضرب الالنر والميديا الاثنين مع بعض اللور ترانك لو ضرب يعني عور الالنر والميديا الاثنين كومباين ذا الالنر اند ميديا يعمل كومبليت كلو هاند كومبليت كلو هاند المنظر ده لما اللور ترانك ينقطع وده اللي وصفه الراجل ده فسموه كلومبكس باراليسيس اه بس هو مين لي بيبقى من اللور ترانك الماسكولو كوتينيس نيرف ده بقى مش عليكو كلومبكس باراليسيس
في اي مشكله يا اولاد في الـ في الـ في البريكر بليكسس؟ واحنا اولاد خدنا الالنر والميديان والريديان صح؟ مليتكم الكورسات بتاعت النرفات اللي هو المحطات؟ قلت لكم محطه الاكزيلا ومحطه الكوراكو براكيالس والحاجات دي ما خدناهاش؟ طيب اكتبوا كده ايه ورقه كده حلوه هنكتب فيها اربع محطات، هي دي الكورسات بتاعت النرفات. اكتب في وسط السطر المحطه الاولى محطه الاكزيلا. المحطة الأولى هي محطة الأكزيلا. احنا خدنا الألنر والميديان والريجيال نيرف انجري لكن ما خدناش الكورس بتاع النيرف بتاع كل واحد فيهم. فاحنا جمعناه في صورة محطات كده هما الثلاثة مع بعض. اكتبوا المحطة الأولى محطة الأكزيلا. اكتب شعار المحطة، شعار المحطة. كل ابن يسلك مسلك أبيه. كل ابن يسلك مسلك أبيه. تعالوا نبدأ بالألنر. الألنر نيرف رقم واحد، الألنر نيرف اكتب عليه ان هو جاي من الميديال كورد. الألنر نيرف جاي من الميديال كورد. الألنر جاي من الميديال كورد. لذلك يصبح ميديال تول اكزيلاري ارتري. ما هو الميديال كورد ميديال الاكزيلاري ارتري. والشعار بتاعنا ان كل ابن يسلك مسلك ابيه. يبقى الألنر نيرف هيفضل ايه؟ ميديال تول اكزيلاري ارتري. يبقى في الاكزيلا اول سطر كتبناه ان الالنر نيرف جاي من الميديال كور لذلك يصبح ميديال تول اكزيلاري ارتري. السطر الثاني نقول الريديال نيرف. الريديال نيرف جاي من البوستيريور كورد. الريديال نيرف جاي من البوستيريور كورد. لذلك يصبح posterior tool axillary artery في الأجزاء برضه. لذلك يصبح posterior tool axillary artery. النرف الثالث الريديان الميديان. الميديان جاي من اللاترال كورد. ميلي من اللاترال كورد. لذلك يصبح lateral tool axillary artery. تمام كده؟ كده احنا عرفنا الكورس بتاع الثلاث نيرفات في الاكزيلا علاقته بالاكزيلاري artery. اكتب بقى المحطه الثانيه. المحطه الثانيه دي عند الانسرشن اوف كوراكو براكيالس. عند الانسرشن اوف كوراكو براكيالس يعني في نص الهيومرس تقريبا. عند الانسرشن اوف كوراكو براكيالس. احنا قلنا شعار المحطة الأولانية كان الابن لسه صغير فكان بيعمل ايه؟ بيسلك مسلك أبيه. هنا بقى اكتب كل نيرف يحيد عن مسار أبيه. كل نيرف يحيد عن مسار أبيه. اللي حصل هنا ايه بقى؟ بدأنا بالألنر مش كده؟ اكتب ان الألنر كان ميديال. الألنر نيرف كان ميديال فراح بوستيريور. ادي اول جملة. الألنر نيرف كان ميديال بعدين راح بوستيريور. بصوا يا اولاد الألنر نيرف كان ماشي هنا على الميديال سايد. كان ماشي كده على الميديال سايد وبعدين راح للبوستيريور كومبارتمنت. رجع لورا فمشي في البوستيريور كومبارتمنت بتاع الارم. يعني الالنر نيرف كان هنا ميديال بعدين راح بوستيريور.
ادي اول سطر. السطر الثاني الريديال نيرف كان بوستيريور صح؟ الريديال نيرف كان بوستيريور. بص الولد عمل ايه؟ اتزحلق كده في السبايرال جروف، جروف اللي ورا على الهيومرس، جروف اللي ورا على الهيومرس هنا ده اسمه سبايرال جروف، فهو اتزحلق في السبايرال جروف وراح ايه؟ وراح لاترال. يبقى الريديال نيرف اتزحلق في السبايرال جروف وراح ايه؟ وراح لاترال. فاضل الميديان. الميديان كان لاترال. الميديان كان لاترال فقام راح على الميديال سايد، غير مكانه هو كمان. الميديان نيرف كان لاترال فراح ميديال. المحطه اللي بعدها عند الالبو. عند الالبو هنا اولاد الابن بقى كبر قوي بقى متشرد، عشان كده كل نرف يهاجم عضله ويخرجها. شعار المحطه كل نرف يهاجم عضله ويخرجها. اول واحد الالنر نرف، الالنر نرف بيخرم العضله اللي اسمها فليكسور كاربي النيرس. فليكسور كاربي النيرس الريديال نيرف بيخرم العضله اللي اسمها سوباينيتور. الميديان نيرف بيخرم العضله اللي اسمها برونيتور تيريز. برونيتور تيريز تمام. اخر محطه المحطه الرابعه عند الريست. هنا اولاد بقى دي مرحله النهايه، يعني كل نيرف بقى هيخلص. تاخدوا بالكم ان عند الريست في حاجه اسمها هنا فليكسور ريتيناكولم. فليكسور ريتيناكولم هنا الحته دي كده هنقولها دلوقتي. هو الالنر نيرف اولاد منطقه نفوذه الهند، عشان كده اكتب ان عند الريست ان النيرف الالنر نيرف بيعدي من البوابة الرئيسية، يعني سوبرفيشال، بيعدي سوبرفيشال تول فليكسور ريتيناكولا. عند ايوه بالظبط، عند الريست الالنر نيرف بيدخل الريست دخول الفاتحين، بيدخل الهند دخول الفاتحين من البوابة الرئيسية، ومناخيره فين؟ فوق، يعني سوبرفيشال تول الفليكسور ريتيناكولا. ادي اول واحد. الثاني الريديال. الريديال ده ملوش دعوه بالهند من قدام خالص. ده بيعمل ايه يا اولاد؟ بيعدي على الاناتوميكال سناف بوكس، البتاع دي اللي هنا الاناتوميكال سناف بوكس، ويروح يدي البوستيريور اسبكت بتاع الايه؟ بتاع الهند. يخش الهند من ورا. اللاترال تلتين اللي هو الريديال. الريديال بيجي عند الريست ويخش الدورسم اوف ذا هاند عشان يدي اللاترال تو سيرد والثلاث صوابع ونص. فاضل الميديان. الميديان ده اولاد بقى مش منطقه نفوذ الهند، عشان كده عند الريست يخش متسحب تحت الفليكسور ريتيناكل دي تو فليكسور ريتيناكل، يخش من تحتيها. مستخبي زي الحراميه كده. في مشكلة يا اولاد في الكورسات بتاعت النيرفات؟
جميلة أول المحطات دي لما تحط المحطات ورا بعض وتقرا بعد كده الكورسات بتاعت النوم خلاص سهلة قوي. الميديم بيخش دي للفليكسور ريتيناكل. هو ايه الفليكسور ريتيناكل ده يا اولاد؟ طيب راستيشو موجود هنا. هو الفليكسور ريتيناكل دي هي فور ارم ستراكشر ولا هاند ستراكشر؟ هاند ستراكشر لانها موجوده تحت هنا ولا مش هنا؟ مش هنا الفليكسور ريتيناكل مش هنا. لا دي هنا مش هنا دي هنا مش هنا. طب هي الفليكسور ريتيناكولم دي ماسكه في ايه؟ ماسكه في عظمتين ميديال اللي هما بيزي فورم بون والهوك اوف هاميت. مين العظم ده؟ ده العظم ده بتاع الكاربال بون اللي موجود هنا. واحده اسمها بيزي فورم واحده اسمها ايه؟ هوك اوف هاميت. بيزي فورم بون والهوك اوف هاميت دول ميديال. طب ولاترال الاولاد ماسكه في ايه؟ في عظمتين تانيين اسمهم ايه بقى؟ سكافويد ادي واحده اسمها ايه؟ ترابيزيوم. شاطر. عظمتين سكافويد وترابيزيوم. سكافويد وترابيزيوم. بص يا اولاد لو احنا وقفنا في الاناتوميكال بوزيشن كده لو وقفت كده فليكسور ريتيناكولم ميديالي هنا ماسكه في عظمتين اللي هما البيزي فورم بون والهوك اوف هاميت. بره ماسكه في السكافويد والترابيزيوم. يعني لو احنا قلنا ان ده الهيومن بادي ده الهيومن بادي الحته الميديال اللي ناحيه الهيومن بادي هيومن هوك اوف هاميت بادي بيزي فورم بون دول الاثنين الميديال. يبقى الاثنين الميديال اللي ناحيه الهيومن بادي اللي هم اسمهم ايه؟ هوك اوف هاميت وبيزي فورم بون. يبقى الاثنين اللي بره اللي ناحيه الاستريت سكافويد والترابيزيوم. يبقى انا عندي عظمتين جوه وعظمتين بره. اللي جوه ناحيه الهيومن بادي اسمهم ايه؟ بيزي فورم بون وهوك اوف هاميت. طب والاثنين اللي بره ناحيه الاستريت سكافويد والترابيزيوم. حفظتوا العظم عشان مهم يا اولاد في الكاربال تانل تكتب الاناتومي بتاع الفليكسور ريتيناكولم. جالهم السنه دي في اكتوبر امتحان اكتوبر السنه دي اناتومي اوف كاربال تانل. فبيكتب الفليكسور ريتيناكولم بالاتاتشمنت بتاعها وبعد كده بيكتب اللي هو الكاربال تانل سندروم. في مشكله يا اولاد في الفليكسور ريتيناكولم بالعظم اللي هي ماسكه فيه؟ تعالوا ناخد بقى السايتك نيرف. بص يا في حاجات بتعدي على الفليكسور ريتيناكولم سوبرفيشال ليها وفي حاجات بتعدي دي ليها عشان دي برضه هنكتبها في الورقه. يعني لو قال لك الاناتومي بتاع الفليكسور ريتيناكولم هكتب الاتاتشمنت اللي احنا قلنا عليه اللي ناحيه الهيومن بادي هوك اوف هاميت والبيزي فورم بون واللي ناحيه الستريت سكافولد وترابيزي. وبعدين هتكتب الحاجات اللي بتعدي سوبرفيشال ليها والحاجات اللي بتعدي دي ليها. اعرف السوبرفيشال الاول. يا اولاد الحاجات اللي بتعدي سوبرفيشال للفليكسور ريتيناكولم الالبر نيرف وايه كمان؟ الالبر نيرف والفيست. طب وايه كمان؟ البالمر كوتينيوس برانش اوف الالبر والبالمر كوتينيوس برانش اوف ميديا. الحاجات اللي بتعدي سوبرفيشال تاني كده الالبر نيرف والالبر فيست. وايه كمان؟ الالنر البالمر كوتينيوس برانش اوف الالنر اند ميديا. البالمر كوتينيوس برانش اوف الالنر اند ميديا والبلمانس لونجس مصر. يعني احنا نقدر نقول يا اولاد ان احنا عندنا سوبرفيشال حاجتين اثنين الالنر واثنين بالمر. ايه الاثنين الالنر السوبرفيشال؟ الالنر نيرف والالنر فيسكس. امال مين الاثنين البالمر؟ بالمر كوتينيوس برانش اوف الالنر اند ميديم والبالمارس لونجس مصر. يبقى انا عندي اثنين الالنر اثنين بالمر.
الحاجات السوبرفيشال في الاكسترتيراكولم 2 النر 2 بالمر. اي حاجه ثانيه تبقى دي في شويه ستراكشر كده هتلاقيها في الكتاب دي دي ستراكشر. يبقى كده انا عرفت الفليكسر التناكلم الاتاتشمنت بتاعها اللي جوه واللي بره والحاجات اللي عدت السوبرفيشال ليها اللي هما الاثنين الانر والاثنين البالمر. تعالوا ناخد السياتيك بقى. في شويه ستراكشر بقى اي حاجه غير اللي انا قلتهم دول هيبقوا ديب. هتلاقي كام ستراكشر كده احفظهم. ماشي. نعم. الكاربال تانل سندروم بيبقى فيه الميديا نيرف وحاجات تانية. اهم حاجه الميديا نيرف. هتلاقي بقى الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس والفليكسور ديجيتورم بروفاندس فليكسور كاربي الناريس فليكسور كاربي ريدياليس العضلات اللي معديها عند الكاربي لو حصل يا اولاد كومبريشن للميديا نيرف تحت الفليكسور التناكرم يعمل ايه؟ كاربال تانل سندروم. خلاص؟ تعالوا ناخد بقى السياتيك. هو السياتيك نيرف ده اولاد طالع من ايه؟ من اللمبر بليكسس ولا السكرال بليكسس؟ ها؟ طالع من ايه؟ مستواكم في الاناتوم يا اولاد حاجه يعني اكثر من رائعه. على الاقل اللي انا بديهولك انا ما اعرفش النظري اخباره ايه بقى. هو الدكتور المطر لما يجي يسالكم بيلاقي نفس المنظر كده؟ يعني في النظري نفس المنظر وفي الاناتومي نفس. طب بالنسبه للبطنه ايه الاخبار؟ مفيش حد بياخد بطنه كمان على البطنه. ماشي. احلى حاجه يا اولاد ان انتم في الاناتومي ده تلاقيكم بقى ايه يعني كنتوا جايبين بقى امتيازات بقى وبتاع صح؟ لا على البركه. السياتيك نيرف ده اولاد مش طالع من اللمبر ولا السكرال، امال طالع من ايه؟ من اللمبو سكرال، من الاثنين مع بعض. ايوه بالظبط. ال 4 وال 5 واس 1 اس 2 اس 3. يبقى السياتيك نيرف ده لمبو سكرال اوريجن. ال 4 وال 5 واس 1 2 3. ده سؤال ريتن طبعا يا اولاد عندكم في الكريكلم بتاعكم. طب هو بيتعمل يا اولاد جوه الحوض ولا بره الحوض؟ سياتيك نيرف ده هيتعمل جوه الحوض ولا بره؟ بره اكيد طبعا. يبقى ايه؟ جوه الحوض. اكيد بيتعمل جوه الحوض مش طالع من البليكسس يبقى هيطلع من بره الحوض ازاي؟ جوه الحوض. على الانتيريور سيرفيس بتاع العضله ده يا اولاد. العضله دي اسمها ايه؟ اسمها سواس. سواس ميجور طبعا. دي مش السواس ميجور. امال دي اي عضله؟ البايريفورمز ماسل. بيتعمل على الانتيريور سيرفيس او بايريفورم. حاجه يعني حاجه جميله والله اولاد. المهم ادي اولاد البايريفورمز ماسل والساتيك نيرف بينزل كده تقريبا لحد اللور وان سيرد اوف ذا سار. يبقى الساتيك نيرف اولاد بدايته ال 4 وال 5 ادي اللامبو اس 1 اس 2 اس 3 ادي السكرال. يبقى هو طالع من اللامبو سكرال بليكسس على الانتيريور سيرفيس بتاع العضله اللي اسمها بايريفورمز. عرفنا ان هو بيتعمل جوه الحوض ولا بره؟ جوه الحوض. يبقى لازم يخرج من الحوض مش كده؟ بيخرج من فتحه اسمها ايه؟ برافو عليكم. اللي هي اسمها جريتر سياتيك فورامين. هو السياتيك نيرف هيخرج منين يعني؟ اكيد من الفتحه بتاعته اللي اسمها ايه؟ جريتر سياتيك فورامين. جميل. بعدين بينزل في الفخده من ورا يا اولاد. لما ينزل في الفخده من ورا كده يدي العضلات اللي في الفخده من ورا مش كده؟ مين العضلات اللي في الفخده من ورا؟ اسمهم ايه؟ اللي هم الهامسترنج ماسلز مش كده؟ العضلات اللي في الفخده من ورا يا اولاد اسمها هامسترنج. مين هم الهامسترنج دول؟ برافو عليكم. دي الثانيه. طب الثالثه؟ طب اي حاجه؟
بس ايه رايك؟ ايوه ان حاجه جميله والله. البايسبس فيموريس ادي واحده، البايسبس فيموريس ادي واحده، وعضله اولاد كان نصها ممبرين. ما تقف كده بقى عشان تبص كده، شايف؟ اه كده تمام. عضله اولاد اسمها بايسبس فيموريس، ادي اول واحده. الثانيه سيمي ممبرينوسس وسيمي تندينوسس، هي عضله واحده بس اتقسمت ايه؟ اثنين، نص ممبرين ونص تندون. دول الهامستر. امال ايه الادكتور ماجنس اللي دخلت في الموضوع ده؟ في عضله اولاد على الميديال سايد بتاع الساي اسمها، او شويه عضلات على الميديال سايد اسمهم ادكتورز، من ضمنهم عضله اسمها ادكتور ماجنس. واضح ان ماجنس يعني ايه؟ كبيره، عشان هي تخينه كده وكبيره فواصله للهامسترنج ورا، فتلاقي الساتك راح مديها ايه؟ سبلاي. يعني واضح ان السياتيك ادى الفخده من ورا للعضلات اللي هي اسمها الهامسترنج، اللي هم مين؟ البايسبس والسيمي ممبرينوسس وتندينوسس. وعشان الماجنس على الميديال سايد كبيره قوي فوصلت على الفخده من ورا، فقامت واخده ايه؟ من السياتيك نيرف. كده احنا عرفنا ان السياتيك طالع منين؟ ال 4 وال 5 واس 1 2 3 على الانتيريو سيرفيس بتاع العضله اللي اسمها بايريفورمز. انا قلت بايريفورمز، وخرجت من الفورامين اللي اسمها جريتر ساتيك فورامين، قام نازل في الفخده ادى العضلات اللي هي اسمها الهامسترنج ماسل اللي هم بايسبس فيموريس والسيمي ممبرينوسس والسيمي تندينوسس، ومن داخله معاهم مين؟ الادكتور ماجنس. لحد كده اولاد في مشكله؟ بعدين يبتدي يتفرع السياتيك. السياتيك يتفرع اولاد فوق الركبه بحته صغيره لتو نيرف. مين هم بقى؟ النيرف ده اللي يروح على اللاترال سايد هيبقى اسمه ايه؟ اكيد لاترال بوبليتيال، مش هو اتفرع عند البوبليتيال الفصل؟ فيدي نيرف اسمه ايه؟ لاترال بوبليتيال او كومون برونيال. احنا ورا، احنا على الفخده دلوقتي من ورا، واخد بالك من السكرم والكوكسكس؟ يبقى احنا فين؟ يبقى احنا ورا. شايف الساتك التخين قوي ده؟ اهو بدا يعمل ايه؟ بدا يتفرع اثنين، واحد على اللاترال سايد اللي هو ده اسمه كومون برونيال او لاترال بوبليتيال او ماسكولوكوتينيوس نيرف، ليه ثلاث اسماء. كومون برونيال او لاترال موبليتيال لان هو على الموبليتيال فصة من على اللاترال سايد، او ماسكولوكوتينيوس نيرف، تمام؟ وفي نيرف ميديال كده اولاد اللي هو ده اكيد هيبقى اسمه ميديال موبليتيال لانه على الميديال سايد، او تيبيال نيرف لانه بيمشي على التيبيا. يبقى انا لحد دلوقتي فاهم ان السياتيك مشي في الفخده وراح جه عند الموبليتيال فصة اتفرع فرعين، واحد ميديال واحد لاتر. اللاترال بوبليتيال او الكومون برونيال او الماسكولوكوتينيوس ده اللي بره، واللي جوه التيبيال او الميديال بوبليتيال. طيب بعدين عشان كده الانجكشن لاترال، اه الانجكشن بيبقى في الحته دي هنا. لا هنا في نيرفات تانية معديه ممكن تعوض، عشان كده احسن حته. بص دي فاضيه ازاي. المهم يعني دلوقتي يا اولاد احنا عايزين نعرف هو بيدي ايه النيرفين اللي نزلوا تحت دول، اللي هو اللاترال بوبليتيال او الكومبرونيال يعني والميديال بوبليتيال. خلي بالك اللاترال بوبليتيال واضح ان هو هيمشي على اللاترال سايد اوف ذا لينك، مش كده؟ الكومبرونيال او اللاترال بوبليتيال، ركز يا اولاد ركز، اللاترال بوبليتيال او الكومبرونيال واضح ان هو هيمشي على اللاترال سايد اوف ذا لينك، فهيدي العضلات اللي على اللاترال سايد اوف ذا لينك اللي هي وظيفتها ايه؟ مش عايز اعرف اسمها، مش عايز اعرف اسمها، تعرفينها؟ خلاص مش مهم. في عضلات على اللينك من بره، العضلات دي بتعمل ايه يا اولاد؟ ايفرجن للفود. في عضلات على اللينك من بره وظيفتها انها تعمل ايه؟ ايفرجن للفود. يبقى اللاترال بوبليتيا لحد اللحظه دي
ادى العضلات اللي على اللينج من بره اللي عملت انفرجن للفوق. وبعدين بعد ما ادى العضلات اللي على اللينج من بره ابلاف اراوند النيك اوف فيبولا اللاترال اوبليتيال نيرف ده لف اراوند النيك اوف فيبولا وطلع على التيبيا من قدام. يبقى لحد دلوقتي يا اولاد اللاترال اوبليتيال عمل ايه؟ مش على اللينج من بره، ادى العضلات اللي على اللينج من بره اللي هي بتعمل انفرجن للفوق بتاخد الفوت لبره كده. وبعدين هو نفسه اللاترال اوبليتيال ده لف اراوند النيك اوف فيبولا لان الفيبولا هي العضله اللي بره وطلع على التيبيا من قدام. لما طلع على التيبيا من قدام غير اسمه نيرف ماشي على التيبيا من قدام هيبقى اسمه ايه يعني؟ اكيد انتيريور تيبيا نيرف. فيدي العضلات اللي على التيبيا من قدام اللي انا مش عايز اعرف اسمها بقى اللي هي وظيفتها ايه بقى؟ دورس فليكشن، تعمل دورس فليكشن للفوت. دورس فليكشن للفوت يعني لحد دلوقتي السياتيك نيرف ده ولاد نازل في الفخده جه عند البوبليتيا الفصه جه عند البوبليتيا الفصه وتفرع فرعين لاترال بوبليتيا هنا وميديا بوبليتيا هنا. اللاترال بوبليتيا ده ادى العضلات اللي على اللج من بره اللي هتعمل في الفوت انفيرجن وبعدين لف اراوند النيك اوف فيبولا كده وطلع قدام هيبقى اسمه ايه قدام؟ انتيريور تيبيا. العضلات اللي قدام وظيفتها تعمل دورس فليكشن للفوت. في مشكله في توزيع النيرف يا اولاد؟ طيب تعالوا ناخد الانجري بتاع كل واحد فيهم. في مشكله في حبه الاناتومي دول؟ طيب نعور السياتيك الاول. افرض عورت السياتيك. لو عورت السياتيك يحصل هو السياتيك هتعور فين؟ في الفخده مش كده؟ واحد ضرب واحد بمطوه في الفخده. هقطع له السياتيك. لما يقطع السياتيك يعمل موتور لوس في واحد الهامسترنج اللي هو بيديها في الفخده من ورا مش هو بيدي الفخده يبقى باراليسيس في الهامسترنج. ادي اول بوك. خلوا بالكم يا اولاد في شرط هنا ما ينفعش ضربه المطوه دي تبقى تحت عند الركبه من تحت كده والهامسترنج تبوظ ما ينفعش لازم الضربه تبقى فوق نص الفخده. اشمعنى؟ هو السياتيك بيديها فوق. لو انت ضربت السياتيك تحت خلاص هي العضلات فوق سبلاي خلاص. يبقى يحصل موتور لوس في الهامسترنج بشرط ان الضربه تبقى فوق نص الفخده. البق الموتور الثاني اكيد هيحصل كومبليت موتور لوس تحت الركبه. مش هو السياتيك اللي جه عند الركبه وفرع فرعين؟ يعني كل اللي تحت الركبه لو قطعت عنه السياتيك بقى كله بارالايز. عشان كده في بقين موتور في السياتيك نيرف انجري. باراليسيس للهامسترنج اللي هم في الفخده من ورا بشرط ان الضربه تبقى فوق نص الفخده ادي واحده. الثانيه لازم لازم هيحصل طبعا كومبليت موتور لوس تحت الركبه. لان السياتيك هو المصدر لكل اللي تحت الركبه. طب ادي البقين الموتور، البقين السنسوري. هيحصل سنسوري لوس كل اللي تحت الركبه. لان السنسوري سبلاي بتاعه كله تحت الركبه. ما عدا سؤال الام سي كيو اهو الميديال سايد اوف ذا ليج. الميديال سايد اوف ذا ليج، اشمعنى الميديال سايد؟ لانها بتاخد من نيرف اسمه شورا. شورا ده على اللاترال سايد. ولا العميد اللي اسمه ايه؟ السافنس نيرف. تمام، ده جاي منين السافنس ده؟ السياتيك؟ اكيد لا، بيبقى جاي منين؟ من الفيمورال. ما عندناش غيرهم، هما اتنين في اللور في الرجل ده، واحد سياتيك والتاني فيمورال، ما عندناش غيرهم. يبقى السافنس نيرف اللي على الميديال سايد اوف ذا ليج ده جاي منين؟ من الفيمورال. اصل هو هيسالك اشمعنى الميديال سايد اوف ذا ليج؟ يعني اشمعنى؟ عشان هي بتاخد من السافنس نيرف اللي مش جاي من السياتيك، امال جاي منين؟ من الفيمورال. يبقى كده احنا قلنا بقين موتور بقين سنسور. في مشكله في السياتيك يا اولاد؟ حد عنده اي سؤال في السياتيك؟ البق الاولاني ميديال سايد اوف ذا البق الاولاني سنسور لوس تحت الركبه. البق الثاني الاكسبشن ميديال سايد اوف ذا ليج.
الموتور بتاع ايه سعادتك؟ انا بكلم على السنسوري. السياتيك فيه بقين، بقين موتور وبقين سنسور. البق الاولاني موتور بردش الهمس بشرط ان الضربه تبقى فوق نص الفرد. البق الثاني كل اللي تحت الركبه موتور لوس، كله 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 موتور لوس تحت الركبه. عشان كده اولاد السياتيك نيرف انجري بص على تلاقي منظر الرجل عامل كده، يقول لك العين عنده ايه؟ فوت دروب. فوت دروب مش معنى كل اللي تحت الركبه بارالايز، لا في انفيرجن ولا ايفيرجن ولا اي حاجه خالص، بيبقى عند العين فوت دروب. في مشكله كده في سياتك سنسوري للسياتك سنسوري لوس تحت الركبه اكسبت. ثانيه واحده اكسبت ميديال سايد اوف ذا ليج. ليه صافيلس اللي جاي منين؟ من الفيمور. في لسه اي اسئله في سياتك؟ خش على اللاترال اوبليتال نيرف انجري. بص على ده سؤال ريتن اللي هو اللاترال اوبليتال نيرف انجري او الكومن برونيال نيرف انجري. ده سؤال ريتن يقول لك كده، سؤال واضح وصريح ودايركت. Describe the injury of common peroneal nerve injury او lateral peroneal nerve injury او lateral peroneal nerve injury. او يقول لك بصيغه ثانيه، يقول لك قول لي complication of fracture neck fibula. Complications of fracture neck fibula. ايش معنى fracture neck fibula؟ ما احنا لسه قايلين ان هو بيلف اراوند النيك فيبولا. الصيغه الثالثه يقول لك قول لي complication of deep wound in the leg. Complication of deep wound in the leg على اللاترال سايد. Complication of deep wound in the leg على اللاترال سايد. ممكن ليه صيغه كمان اولاد نزلت في الامتحانات برضو، يقول لك قول لي complications of توماس سبلنت. حاجه في العضلات عظم ولا لسه؟ هتلاقوها في توماس سبلنت. هي دي الحاجات الصيغ اللي نزلت للسؤال ده. طب عايزين نعرف ايه بقى، ايه اللي هيحصل يعني؟ احنا اتفقنا ان اللاترال بوبليتيال ده او الكومن برونيال ده بيدي العضلات اللي على اللاترال سايد اوف ذا ليج اللي بتعمل ايه؟ الفيرجن. يعني بتعمل كده الفوت، لا بتعمل كده الفيرجن، وبعدين يطلع على التيبيا من قدام يبقى اسمه انتير تيبيا، يخلي العضلات تعمل في الفوت كده دورس فليكشن. طب اقطع اللاترال بوبليتيال مفيش ايفيرجن، امال في ايه؟ انفيرجن. هتلاقي الفوت الاثنين باصين لبعض كده، يعني مفيش ايفيرجن، خلاص الايفيرجن راح، امال في ايه؟ انفيرجن. طب ومفيش دورس فليكشن، امال في ايه؟ بلانتر فليكشن. يعني الفوت هتبقى عامله كده، يعني انا بمثلها لك بايلاترال يونيلاترال اهي. يبقى الانجري هيبقى شكله ايه؟ فوت دروب وانفيرتد. المنظر ده اولاد يقولوا عليه، يقولوا عليه ايه؟ باراليتيك تاليبس اكوينو فيروس. باراليتيك تاليبس اكوينو فيروس. بص على باراليتيك يعني باراليسيس مش كده؟ تالي بس اللي هو مفصل التلس، تالي بس اكوينو فيروس. ايه 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 البتاعه دي؟
يعني ايه باراليتك تاني بس كوينو فيرس ده يعني باراليتك يعني حصل باراليس تاني بس يعني التالي والبس مين هما التالي والبس دول التالي يا اولاد اللي هو مفصل التيلس التالي اللي هو مفصل التيلس بتاع الرجل التالي التالي والبس البس ده اللي هو وش الرجل التالي والبس اله المسخره عند القدماء المصريين الاله بس بس عندنا احنا هنا مش اله المسخره احنا عندنا في الجراحه اللي هو وش الرجل من قدام يعني التالي اللي هو مفصل التيلس والبس مالهم بص يا ولاد التالي والبس اكوينو اكوينو يعني دروب هو اكوينو دي يعني ايه يعني ديل الحصان هو ديل الحصان بيبقى طالع لفوق ولا نازل لتحت نازل لتحت عشان كده قال لك التالي والبس مالهم اكوينو وعين فيرس فيرس يعني بصين لجوه يبقى التالي والبس اكوينو فيرس بصين لبعض التالي والبس اكوينو فيرس لكن كده فالجس كده فالجس امال كده فيرس عشان كده الانجري اسمه باراليتيك تالي بس اكوينو فيرس كده ده اللاترال بوبليتال نيرف انجري في مشكله يا اولاد في اللاترال بوبليتال نيرف انجري الميديال بوبليتال نيرف انجري كلمه قطع بقى تحفظوها اسمها كالكينيو فالجس كالكينيو فالجس يعني ايه كالكينيو فالجس يعني دورس فليكشن وايفيرجن يعني اللاترال بوبليتال نيرف هو اللي خد الابر هاند اللاترال بوبليتال نيرف هو اللي خد الابر هاند فعمل ايه دورس فليكشن وايه وايفيرجن ما ده شغله لما الفوت تبقى دورس فليكتد وايفيرتد ده يسموه كالكينيو فالجس فالجس يعني بس اطلع لكن فيرس لجوه يبقى الميديال بوبليتال او التيبيال نيرف انجري ايكوال كالكينيو فالجس كالكينيو فالجس كده يا ولاد في اي سؤال في السياتيك او اللاترال او الميديال اخر حته بتاعه الميديال بوبليتي هو لو الميديال بوبليتي يا دكتور اتقطع مين ياخد الابر هاند اللاترال بوبليتي طب هو اللاترال بوبليتي شغله ايه يعمل دورس فليكشن وايفيرجن فلما يبقى الفوت فيها ديفورميتي شكله كده دورس فليكشن وايفيرجن ده اسمه كالكينيو بالجر او كالكينيو فالجس يعني ميديال بوبليتال نيرف انجري كده انت خدت البريكيال بلكسس انجري والبرانشات بتاعت البريكيال بلكسس والمحطات وخدت السياتيك واللاترال بوبليتال والميديال بوبليتال والفليكسور ريتيناكولم اعتقد كده هو بس حد شغال دكتور المطر جه بس كده اريح انا قول لي رايح انت بس شويه طيب يا ولد يلا خدوا بريك اكزيلري يا دكتور الاكزيلري طب اصغر كده سطر يعني اه بس سطر